أبحاث عديدة، تأملات وجودية، دراسات ما تخلص، سنوات كثيرة، ربع قرن من العطاء. من حمان. السلام عليكم، نبتدي مقطعنا. انا عبد الرحمن، اليوم مقدمتنا جديه نفس ما انتم شايفين، لان خلاص انا كبرت في العمر، صار عمري اليوم ربع قرن. ربع قرن من العطاء، ربع قرن من حمان. ايش تحتاجون اكثر في حياتكم؟ اللي صدق ان انا يعني بكون جدي في يوم من الايام ما احس. المهم، معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا مقطع شاطح جدا. اتوقع من المقدمة استوعبت انه هاي يمكن مو فيديو عادي، فيديو اليوم يمكن جدي اكثر، بس هاي فيديو انا شفت اكثر من شخص يسويه وقلت لازم اسويه بطريقتي الخاصة، في شيء يمكن من 25 سنة ناطر اقوله وقلته لحد الحين وبرد اقوله وبزعجكم فيه. ربع قرن يا جماعة، عمري ربع قرن. متخرب، ما بقول 25، بقول ربع قرن. المهم، قبل ما نبدا المقطع، في فيديوهات صورتها كثيرة وبتشوفونها في الايام القادمة، بس احتمال تتأخر شويتين لان اليوم اللي بعد يوم ميلادي. توقعوا توقعوا ما توقع حد توقع، بيكون عندي عملية في الركبة، عندي قطع في الرباط الصليبي فاحتاج اسوي له عملية، وموضوع مطول بيكون في لها فيديو خاص باذن الله. المهم، اذا تبون تعرفون اخر التطورات مع العملية واول ما اقوم من العملية وكل هالاشياء باذن الله بحاول اعطيكم اخر مستجدات في انستغرام، فاذا متابعين تابعوني. المهم، ما اطول عليكم، خلاص وايد طولت. اليوم صرت 25، فبقول لكم 25 شيء تعلمته في حياتي. ربع قرن من العطاء. ببتدي فيهم مباشرة، ويمكن من أهم وأول الأشياء اللي بقولها، إذا ما عندك شيء حلو تقوله اسكت، كل سهولة وبكل بساطة، إلا في حالة وحيدة إذا طلبوا رأيك، أما غيرها خلاص اسكت، ما له داعي تتكلم. الشيء الثاني، الشغل ما له حلا إلا إذا كان بعده راحة، والراحة ما تحلى إلا إذا كانت بعد شغل. يعني شنو؟ يعني لا تخلي حياتك كلها شغل 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 شغل، لأنه ما بتحس بقيمة الشغل اللي قاعد تسويه إلا إذا بعده ريحت وقعدت تقول واو أنجزت. في نفس الوقت لا تخلي حياتك كلها راحة ومريح ومرتاح وما تبي تشتغل ولا تسوي شيء، لو شنو كان، لازم تضيف على روحك شوية ضغط شوية شغل عشان تحس بقيمة هالراحة. اللي بعده، عمل الخير دائما وأبدا بينك وبين ربك، لا تخاف انك تنشر شيء بسبة ان الناس بيقولون رياء او غيره، وفي نفس الوقت لا تنشر شيء بس عشان الناس يقولون اوه شوفوا يسوي عمل خير. دائما وابدا اخلص النية، وصدقني اذا كانت فعلا نيتك صادقة انت بتفرح اكثر من اللي قاعد تعمل له خير. الشيء الرابع، work smarter not harder، يعني من الاخر التميز يغلب الكثرة، لا تقعد تشتغل وتحاول تثبت وتسوي كل شيء بس ما تكون مميز، دائما خل في شيء يميزك، خله في شخصيتك منك وفيك، لا تخليه شيء مادي مثلا اوه هاي راعي السيارة الفلانية او هاي راعي الثياب والماركة الفلانية، لا لا لا، خل شيء يرمز لك انت في شخصيتك. الشيء الخامس، الحيوانات ألطف شيء في الدنيا، سامحوني حق كل ما يحبون الحيوانات يمكن أو ما جربوا ويتبنون ويرعون حيوان، بس الحيوانات شيء يساعدك ويحلي دنيتك بكبرها. شوف دبتك مريحة مريحة الداشكي. ربع قرن، وما قاعد أتكلم عن نوع معين من الحيوانات، لا لا لا، أغلب الأنواع، إنه يكون فيه كائن حي يبين لك مشاعره بطريقته الخاصة، فهاي شيء جدا 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 ممكن يسعدك في حياتك ويغيرها للأفضل. معلومة اللي بعدها، أنت يلي تتابعني، استثمر من الحين، ما يهمني كم عندك مبلغ، كم عمرك، أبدا 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 مستحيل تقول استثمرت من وقت. طبعا لما أقول استثمر ما أقول إنه أوه بني لك بناية وعقار وغيره، لا 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 لا، عندك مبلغ بسيط جزء منه وخله حق المستقبل، حق لما تحتاجه، حق يرجع لك مدخول مادي. ما في شيء اسمه اوه انا صغير للحين، لا 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 لا، كل ما اوقت كل ما افضل. المعلومه اللي بعدها، ومن تجربه شخصيه اتوقع يمكن وايد ناس بيعارضوني، بس اذا عندك القدره الماديه وبتسافر ابدا لا تكرر نفس السفرة، لو شنو كانت سفرتك لهالمكان حلوة لا تكرر نفس السفرة بالضبط، روح مكان ثاني، جرب تجربة ثانية حتى لو كانت أسوأ، أهم شيء تنوع وتغير. عارف وايد ناس يمكن بتعارضني بتقولي لا أنا أحب الدولة الفلانية أو المكان الفلاني، أو يعني الله يعطينا كلنا نسافر. أعرف في ناس ما عندهم يمكن القدرة المادية أو غيره إنه يسافرون، بس إذا بتسافر لا تكرر
نفس السفرة. ودام تكلمنا عن السفر فنروح حق النقطة اللي بعدها. سافر ولو مرة في حياتك بروحك بدون أي أحد من أصدقائك أو أقربائك. سافر بروحك. أعرف إن كل شخص والموضوع مختلف بالنسبة له، بس ترى السفر بروحك يعلمك روحك الحقيقية من. النقطة اللي بعدها تقول لا تشتري سيارة إلا إذا عندك 3 أضعاف قيمتها. طبعا هاي الموضوع اذا بتدفع كاش نقدا مباشرة، اما اذا اقساط ذي هاي صوب التمويل مو صوبي، ما بفتي فيه. الله يسلمكم. السبب ورا هالشيء ان السيارة ابدا مو استثمار. السيارة مبلغ بتدفعه وسنويا بتقل قيمتها وبتقل وبتقل وبتقل، ابدا ما بتزيد، ابدا ما بترجع فلوس، بالعكس مجرد بتصرف في تصليحها وفي البنزين وغيره وبتكلفك اكثر. عارف وصل لاي نقطة، بس النقطة اللي بعدها تقول لك ان لازم تتقبل ان كل جيل له وقته وتجاربه واهتماماته الخاصة. يعني اذا الجيل الاكبر منك اهتماماته مختلفة مو معناته انهم صح ولازم تروح تسويهم. نفس الوقت اذا الجيل الاصغر منك افكاره وتجاربه واهتماماته شاطحة نوعا ما مو معناته 100% انها غلط. كل جيل له وقته. النقطة اللي بعدها اتمنى ما تنفهم غلط، بس الرزق مو متساوي، الرزق عادل. يعني من الاخر الله يعطي كل شخص اللي هو كاتبه له وبيحاسبه على اللي يعطيه. فانت ابدا ابدا لا تحاول تقارن نفسك او تعبك او جهدك بجهد شخص ثاني. لا تقول انا سويت هالشيء وهالشيء وهالشيء ما حصلت الذي، وهاي الله رزقه ومحظوظ لا 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 الله كاتبه لك بيصير. انت كل عليك تحاول تجتهد وتسوي اقوى وافضل ما عندك. اعرف يمكن كلام مثالي بزياده، بس هاي الشيء بديت اؤمن فيه ولاحظه مع السنوات هذه. الربع قرن العطاء طبعا طبعا يعني طبعا. نترك المثالية شوي ونروح حق النقطة اللي بعدها. انت تقضي ثلث يومك اذا مو اكثر في النوم، فلازم لازم لازم تتأكد انك تستغل هاي الوقت صح وتنام بافضل طريقة ممكنة واريح طريقة ممكنة حق جسمك. النوم صدقني مع الوقت مع السنوات بتبتدي تعرف قيمته. ودام تكلمنا عن الصحة فهاي نقطة استوعبتها يمكن في السنوات الاخيرة، بس اختار الرياضة اللي تناسبك، مو اللي الناس يلعبونها وتحاول تسويها عشان تضعف او اللي يقول لا لا لا. اختار الرياضة اللي انت ودك تسويها وانت فرحان، لان هاي الشيء الوحيد اللي بيساعدك انك تستمر في الرياضة وتخلي الرياضة جزء من حياتك وروتينك اليومي. المهم اختار الرياضة اللي تبيها، لعبها واستمتع فيها. النقطة اللي بعدها يمكن نوعا ما قاعدة انا ما اسويها، بس اتمنى ابتدي اسويها. اذا في شيء عاجبك وما تعرف هل ينفع تصرف عليه ولا لا، انطر اسبوعين. ليش اسبوعين؟ مري انا احس اسبوعين كفاية. فكر في الموضوع، تفكر تفكر تفكر. اذا بعد اسبوعين لازلت مهتم في الموضوع نفس ما قبل هالاسبوعين، معناته صل الاستخارة وروح حاول تشتري الشيء اذا لازال نفس الاهتمام موجود فيك. اما غالبا بتحس انها هي مجرد هبة او طربة هاللون سريعة، وغالبا بتستوعب بعدها ان لا ما كنت تحتاج الشيء. النقطة اللي بعدها أعرف يمكن وايد من الأهالي خصوصا اللي يتابعوني بيكرهوني عليها، بس إذا أنت بتسوي شيء والشيء مو حرام ولا بيضر أحد، ما عليك من كلام الناس وروح سوه. من الآخر يمكن أنا قاعد أخطأ في بعض الكلام، فالنقطة اللي بعدها تقول إذا أخطأت اعتذر وحاول تصحح غلطك، لان الاعتذار ابدا 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 ما بيقلل من قيمتك، بس يعني حاول تتجنب الاخطاء وغيرها، مو كل يوم الثاني تسوي لك خطأ وتجيب العيد وبعدين انا اسف. لا لا ما ينفع كذي. ما عرفت كم نقطه وصلت، والله يمكن طولت وانا سوالف. خلاص انا صايم حاليا ميت من العطش، بس نقول كل ما تكبر في العمر كل ما قلت دائرة أصدقائك. هاي شيء طبيعي لا تخاف منه. أصدقائك اللي جراب منك بيصيرون أجرب، وأصدقائك العاديين ممكن يبتعدون مع الوقت وأنت تبتعدون، شيء عادي. والسبب وراء هالشيء يمكن يكون النقطة اللي بعدها، الناس تتغير. أنت مو أنت قبل 10 سنوات، قناعاتك مختلفة، أفكارك مختلفة، في وايد أشياء كنت تؤمن فيها حين تحس إن شل كلام التافه ذي، شيء جدا جدا طبيعي. أهم شيء لا تخاف من التغيير، لا تحجر روحك في فقاعة الراحة نفس ما يسمونها. حتى لو مو عاجبك تقبل التغيير، لأن غالبا ما بيكون بيدك التغيير. وعارف يمكن تحتاجون هاي النقطة حق كل الأشياء اللي قاعد أقولها، بس باختصار جوجل إت أي شيء في الدنيا، حتى لو عندك نسبة 1% شك في الموضوع أو معلومة سمعتها، جوجل يا الحبيب جوجل، ابحث عن المعلومة تأكد منها. لأن صراحة بريت استوعب أنا إن يمكن 99% من المعلومات الطبية المنتشرة عندنا غلط في غلط. يقول لك لا تأكل سمك وتشرب حليب بعده أو شيء لأنه بيكسر عظمك. إيش دخل؟ دخلت طلع يسبب حساسيات حق بعض الناس، ما له دخل. إيش دخل عظم معه؟ مو غلط، ليس خطأ، ما في مشكلة إنك تحب شيء الكل يحبه وإنك تكون مقتنع بشيء الكل مقتنع فيه. مو لازم دائما أنت تغرد خارج السرب. حمال لابس تيشيرت أخضر؟ لا، حمال لابس تيشيرت في نكهة من الفيروزي؟ لا لا، ما له داعي تفلسف. عادي والله عادي إنك تكون نفس الباقي. ولهالسبب نروح حق النقطة اللي بعدها، الناس آراء.
نقطة مستحيل أقدر أشرحها ومستحيل الكل يقتنع فيها لأنه باختصار الناس آراء. عادي أنا كل شيء قاعد أقوله أنت تحس إنه غلط قاعد تتفلسف حمان، وعادي بالعكس قاعد توافقني في كل شيء. الناس آراء، كل ما تتقبل هالشيء قبل كل ما بتعيش حياتك أريح. وصل للنقاط الأخيرة وهاي النقطة من الحديث الشريف وما بي أفتي فيه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني من الآخر إذا أنت حبيت شيء حاول تتطور فيه، حاول تصير افضل شخص فيه، مو تقول اوه انا زين في المونتاج خلاص طول عمري هاي بيكون مونتاجي. لا، حاول دائما تتطور، حاول دائما توصل حق ليفل اعلى من الموجود، ليفل ماكس. دائما حاول تتطور، لان اذا ما تطورت سامحني بس بتنقرض. النقطه اللي قبل الاخيره اتوقع مر اذا دمشت نقطه بنقطه او نسيت نقطه. المهم العالم فيه 7 بليون شخص، اذا ما وصلنا حق 8 او قلينا الى 6 مع الوضع الحالي ما اعرف، بس ان كل شخص عنده قصته وتجاربه اللي انت يمكن مستحيل تمر فيها. حاول قد ما تقدر انك تتعرف على ناس جدد وتسمع منهم، ما تتكلم لا، تسمع تجاربهم. صح يمكن اغلبها ما تكون مهمه بالنسبه لك، ما تثير اهتمامك، بس وايد منها بيعلمك اشياء وتجارب مستحيل تعيشها في حياتك. واخر نقطه في حلقه اليوم، وطبعا مشكورين ادري ربع قرن من حمان ربع قرن من العطاء، اعرف بس نقطة تقول انك مجرد قاعد تكبر. انت ما بتصغر في السن، انت ما بترد الوقت، انت مجرد قاعد تكبر. حاليا يمكن مرت 15-20 دقيقة من حياتك مستحيل ترجعها، اللي هي وقت هاي الفيديو طبعا. فاتمنى استفدت منها. اللي بقوله انه حط في بالك انت يمكن حاليا في افضل سنوات حياتك، فلا تسوي شيء بعد 10 او 20 سنة بتفكر فيه بتقول ليش كنت مضيع وقتي بهالطريقة. لا، كل شيء تسويه حاول يكون مفيد لك بطريقة ما. اعرف وايد تكلمت، بس يا هاي اتوقع سوالف ما قبل العملية. دعواتكم اقوم بالسلامة ان شاء الله، نفس ما قلت لكم في انستغرام بتشوفون كل شيء، وبحاول انزل لكم الفيديو باسرع وقت، يا رب ينزل في تاريخ 4/5. المهم تبون تشوفون مقاطع ثانية تقدرون تضغطون هني، تبون تشوفون الحلقة اللي فاتت تقدرون تضغطون هني. انا بتكلم عن الكلام، تشوفون مع السلامة. شنو مع السلامة؟ شنو نشوفكم مع السلامة حمان؟ اوكي خلص المقطع، لا هاي بوسي لكم اللي احنا قاعد يسمع، بوسته ثانيه لك.